يلا يا ابني، يلا حبيبي عشان تاخد الدواء. حاضر يا ماما، هاخده بعد شوية. بعد شوية ايه؟ خده قدامي دلوقتي. يا ماما حاضر، هاخده بعد شوية. ليه يعني بتعمل ايه؟ بتذاكر؟ لا. امال بتعمل ايه؟ بكتب اللي حصل معايا على الفيسبوك. يحرق الفيسبوك واللي عمل الفيسبوك. يا ابني هتودينا لفين يا ابني؟ كده هتودينا في داهية. يا ماما ما لازم الناس تعرف اللي حصل. الناس عارفة، كلنا عارفين. عارفين وساكتين. هذا اللي هو دي حكمته، يعني هنعمل ايه؟ وبعدين يعني انت اللي هتقدم ولا هتأخر؟ انت بس هتجيب لنا المشاكل. يعني طلعت في الآخر أنا اللي غلطان؟ أيوه أنت غلطان، ولازم تهدى شوية. حد يكلم رئيس المباحث كده راس براس عشان كده بياخدوك. اه راس براس. يا ابني ما ينفعش، ربنا ما خلقناش زي بعض، ده نصيب يا ابني. لا يا ماما، ربنا خلقنا زي بعض وده مش نصيب، ده ضعف. أبويا الله يرحمه علمني إن أنا ما بقاش ضعيف. طب ورحمة أبوك وغلاوة أمك؟ النبي أنا مش ناقصة يا ابني، أنا ماليش غيرك، أنا واحدة نية في الدنيا، مش هقدر أستعمل تاني. يا ماما، يا ماما بس من النبي ما تعيطيش طيب. خلاص بقى والنبي، أنت عارفة إن أنا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. وبعدين بقى قولي لي، أنت لسه بترمي زبالة قدام بيت أم مجدي؟ آه. آه؟ بتعترف كده؟ ما هي بترمي زبالة قدام بيتنا. خلاص يا ماما طيب، أنا هروح ألم الزبالة وهرميها. قدام بيت أم مجدي؟ لا، أو أنت عايزاني أروح أرمي كل حاجة قدام بيت أم مجدي؟ آه. لا مش هعمل كده. دي ولا أبو زهقان. إيه، بقول لك إيه يا أخويا؟ قولي يا نور عين أخوكي، يا روح قلب أخوكي. أصل أشرف كان عايزنا ننزل بعد بكرة ننقي النجف والسجاد. يعني بيقول لي في معرض وعاملين تخفيضات. وماله يا حبيبتي؟ انزلي نقي اللي أنت عايزاه ولا يهمك. وكمان كنا عايزين نروح عند النجار، يعني علشان ننقي من الكتالوج ونديله عربون وكده. بس كده؟ ولا يهمك يا نور، انزلي يا حبيبتي اختاري كل اللي أنت عايزاه وأنا هجيبهولك من تحت الأرض لو عايزة. ربنا يخليك ليا يا أخويا يا رب. سلام يا بنت نورة، ده أنت هتبقي أحلى عروسة في الدنيا دي كلها. شكله أبي هيتحب يصعب من الفرح. تقول حاجة يا إبراهيم؟ لا يا ماما بقول ده أنا مستني الفرح بفروغ الصبر. بس كده يا نار نور. تقعد يا مقطف، أنت مش عارف إن العمرانية ديت ليها رجالتها اللي مسيطرين عليها؟ وأنا أعمل إيه بس يا عم محمود؟ الله، أنا قلت أروح أشوف أكل عيشي بعيد عن المعلم شحاتة ورجالته. وديك شفت اللي أسخم من المعلم شحاتة ورجالته، اتصرف إزاي دلوقتي؟ اتصرف إيه يا محمود؟ أما أنا جاي لك ليه؟ لا حبيبي، أنت لما سبت المنطقة ورحت منطقة تانية، ما خدتش شرطي، اتصرفت من دماغك، جاي لي دلوقتي أساعدك؟ ما تقطمنيش بقى يا عم محمود والله، غلطة مش تتكرر تاني، بس أنت عارف إن البضاعة دي فيها شقة عمري كله، ده أنا حتى امبارح وليا سبتها. بص يا قط، أنت عارف إن المشكلة بتاعتك لو كانت مع حد من التجار اللي هناك، كنا لقينا لها حل. قول لي إزاي؟ إزاي؟ كنا شفنا حد كبير من المنطقة يقدر يأثر عليهم، ليه كلمة يعني. إنما المشكلة إن هم بلغوا عنك والحكومة جت خدت العربية والبطاعة، ملهاش حل دي. يعني انت هتغلب عم حودة؟ امال مسمينك حودة سيطرة ليه؟ ايوه يا سيدي، حودة سيطرة، عم الجدعانة في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة، الحكومة. بس برضو ما تقلقش ياض، ليها حل. بقول لك ايه، وانت ما تعرفش اي حد في الاسم كده يعني نعرقه يحل لك المشكلة والحوار ده؟ يا ريت. رحت هناك لاسم وتقصد، لقيت الواد بتاع الوفيه قال لي ان الظابط اللي ماسك الموضوع ده رخم قوي، ملوش في السكه دي. رخم قوي، اسمه ايه؟ الواد بتاع الوفيه؟ لا 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 لا، بقول لك ايه يا مسعد، انا اللي هبلغ عنك، الظابط اسمه ايه؟ اه الظابط، آه. الواد كان داري اسمه في ورقه. ايه اسمه؟ سليم الانصاري. سليم الانصاري. ايه تعرفه؟ قول لا اله الا الله يا ياض. لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انت امك ده عيالك يا ياض، من بكره الصبح هناخد بعضنا ونطلع الاسم، وباذنك يا رب الموضوع ده كله مقضي. نبع من حوده؟ عيب عليك يا ياض، حوده سيطره، عم الجدعانه لما يقول حاجه ضبه ومفتاح خلصت. لا مش القصد يا عمنا والله، الفكره بس ان المعلومات اللي عرفتها عن الضابط ده ما تطمنش، عرفت انه رزل كده وقامت في نفسه وحمي. لا 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 لا، ما تصدقش الكلام دوت. سليم الانصاري ده رجوله وحبيبي ومعرفه قديمه، بإذنك يا رب لما نروح له بكره هيعمل لي خاطر وهتبقى مقضيه. حبيبك؟ حبيبك ازاي يا عمنا؟ انت من امتى يعني بتصاحب ظباط؟ من 5 سنين كده.
كنت بطلت الشمال ومشيت في سكة الحلال، بس الحكومة كان ليها رأي تاني. كبست عليا في البيت الفجر، قعدت أقول لهم يا جدعان أنا مظلوم أنا بريء، ما حدش صدقني خالص. كان ساعتها سليم الأنصاري ده ضابط صغير، هو الوحيد اللي صدقني وفضل يتطقس على الحقيقة لحد ما خدت براءة. عارف يا قد، لو ما كانش سليم الأنصاري ده ظهر وساعدني كان زماني فين دلوقتي؟ في السجن. ومن ساعتها كده يعني من وقت للتاني بدق له على التليفون اطمن عليه، بس ما كنتش عارف يعني ان هو اتنقل للعمرانيه. لا ده لسه بنقوله قريب. مش انا قلت لك في اول كلامنا ان انت امك ده عيالك؟ باذنك يا رب هنطلع على الصبح وهتلاقيها مقضيه وهنرجع مجبورين الخاطر. وانت مالك انت نبعتك ولا ابعت غيرك؟ انت من امتى بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ انت اتهبلت ولا نسيت نفسك ولا ايه؟ عفوا يا باشا، بس من ساعه الحادثه ايه وانت ركنتنا على الرف انا وشعبان وبتبعت الطقم التاني، فخفت بس تكون زعلان مننا ولا حاجه. انا ماليش في شغل النسوان ده وانت عارف كويس قوي. بقى روح امك ما اسمهاش زعلان منك، اسمها غضبان عليك. لا مؤاخذه يا باشا ما اقصدش. لما اغضب عليك يا سمير هتعرف وفي وقتها. وانا ما اقدرش اغضب سعادتك، امال ايه بس الحكايه؟ ولو ان الموضوع ما يخصكش بس انا احكي لك. سليمان عرام كلمني وقال لي ان الضابط اللي خرشمك بينخور ورانا. مش انت نقلته؟ صحيح، بس مبلغ كل زمايله ان لو ظهرتوا انتوا او العربيه يبلغوه. طب وسليمان عرف منين؟ سليمان عرام مسيطر في مكانه، مش خايب زيك. شفت سعادتك؟ كان عندي حق في حوار الضابط ده، ان احنا مش لازم نسيبه، لازم نجيب راسه الارض. تسخنيش يا سمير، وكفايه ان انا سايبك تسرح وراه العيل بتاعك ده، وقلت لنفسي ما يضرش خليهم يلعبوا. لا يا ريس، انا حاطط عيني عليه بس، لكن ما كنتش هعمل حاجه غير لما ارجع لسعادتك. كذاب يا سمير، شغل العيال ده توقفه حالا دلوقتي قبل ما الراجل ياخد باله. يعني هنسيبه كده بعد اللي عمله معانا ده؟ قلت لك ما تسخنيش، بلاش لو. وبعدين انا مش مستنيك يعني عشان احط الراجل في دماغي. بجد يا باشا؟ والله انا كنت ناوي اكتفي بنقله، وكفى الله المؤمنين شر القتال.